صباح كي نسبح على صوتك يا حبيبي ليش بنت وعدي خرجيني تتجهل لازم كرمك كلها هكا شخير في غير وقت ويا ياس خرجيني تتجهل والمحفلة السحرانة تبكو لو حواج تزين الهيل احمو بلدي يسكت هاي الناس ما زلوا كتير لا لا يا حما لا لا يسكت يا بيزي مش لينك ساعتك اسكت مفيدة يا مفيدة يا مفيدة و مفيدة يا ويش ما منينا ويشي ويشي ولا تعيط لك بصوتين وثلاثة وما تواجبنيش اشبيه الطفل تو يفيق لكم الضيف الراقد اخدتي ماما حيركش وش عندك في الضيفان اللي راكدي انا انا من نهارت اللي تزلط هو النوم ما كحلش عيني على ما يسخفني يبات الليل وما جاب الليل وهو يصح ويغرف كي مسخفك وش باكي ما تحمليهوش نحمله ليه لا لا نحمله لا يحملني هاكا ميزو يجعل كل من ولدي ربي يا منانة يا منانة على هكا كرمك الله اسعفونا بطرف سكات الغشير ولد مناه راقد اسمي الله على الغشير ولد مناه هو نعلمكم الثينة السياح والغناء على الصباح ما عادش نحمله بلا خص العروبي والصالحي بعد موت الفنانة صالحة كرمك الله ما عادش يروخلي ويشي اخي ناس تولكت من الصباح لليل ونزش الطرق ثانا ملا انت ما فهمتوش عيا وشيني مشني فهمت ما كيف تغني يا مهبولة تهيج لمحونه تبي لي حتى انت ماما نانا ما نحش تتكلم علي عثمان تحيفة حتى كلمة مع الخير ما عادش يقول هيك إذا تقدم الناس أما في قلبه والروح والعقل فيك أنت عامل روحه خايف على ولد مني وهو جاي باش يشوف مامو العيني إلا يشوفني ناي ناي هاني طالعة منها الدار يشوف على شكون يتلغمج بعدي ناي وين عندك تمشي يا مهبولة بعد غدر عثمان جيل سيدي الشادي تفهم وياه على العرس يا للا يا للا على هالبير ما غرقوا يا للا هذه البراية اللي جابها لك أحمد حتى انت وليت كيفهم ما تحبش تقول محسوب لان اش عندي عملت لكم بينيتكم اش دخلني يا ارقد ارقد ها حما ايا قوم اللي حاب ينجح في حياته لازم يقوم بكري شاعرنا ابو القاسم الشابي الله يرحمه قال ومن نام لم تنتظره الحياه غريبة بشادي شامت لك رعبتني ثم حكمة أخرى يقولوها الروما العالم يملكوه اللي يقوموا بكري أما مش يخو فيك اليسر ومخر أنت السير وزادت عليك سفرة إيطاليا يا بشادي عندي رنديفو أنا مراد ومروان كلونية اللي يعزف العود يلا مروان وما هدر باش تقعد ديما تتبع في لعب الشاشر وقتاش باش تولي راجل تحمل مسؤولية شبيك بكل تقولوا لي هكا يخجبيني أنا مانيش راجل انت تقول لي اكون عايف الكحله ولا ولاد الكل خويا عبد الله مال الشاشه تو كي يجيو ما يلقونيش ما يقطعوني قوم البس حوايج هاني استنى فيك يا عبيد زعما كرمك الله الهجر والجفاء ترغب بها ومغالطه لعيون الرقباء اللي موجودين هوني ولا كرمك الله حدايدا جويدا تختبر في صبري وماذا يكون من امري على كل حال في انتظار النهار الكبير والفرحه الكبيره يلزمني كرمك الله نقوي عضلاتي كرمك الله ونستهل في لياقتي وبدانتي باش نعاوج القلب على تحمل عباها العشق الكلب اللي تحت فيها أنا أقربك الله ما تقل بلي عثمان ديبي ما عبت شيء أغلط العصا ما هو شي كيفي معطني بعضة
معناته اللي ما نشكش ما هو شيء باش تطول بيهم المدة ويترحاو كربكله ويمشي شلافت وجلود شلافت وجلود ايه وقعت هو عنده مدة من اللي يقدر واحد مين واحد طنطو سمرا هاي كسرت لك حاجة طنطو قلت لك معاش تدري اللي طنطوني وجددون بيبي طنطو بابا شادي ما قلتليش اللي جايين لسيدي ثابت يا اخي شحال نعملوا في سيدي ثابت باش نعلمك الفلاحه يستحيل بابا شادي تحب تدفني موهبتي وسط الرياف شنو موهبتك انا هي منهم انت عندك برشا مواهب نسمك واحده منهم يجري 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 وديني وموصلني وصلني وموصلني يا حبيبي القلب مستني بابا شادي يا اخي الياس ولد اخت الشيخ مشي رمضان بحذانا اش قام ولد دارهم محلولة وكلبهم ينبح دارهم مسكرة احنا مش اكثر نبيع عنا يا زي يحشم هذوك اهل صفية عيب قول فيهم هكا سامحني انت شبينك وبينه الياس لا حتى الليلة الأخرى كده واحد من القهوة مصمرته بغزلة سمها يقطع كان غير منه يروح لدارهم يلزمني نمشي للحانوت تو عبودة يمشي في باله اللي أنا مازال طاقت بس ما فهمتش حضرتي شي زال على القيمة راه ساعات يظهر لي ماكش ما فيك أنت نكلم فيك فيك يا رجل على روحك ناقص يا بريا ناقص لو كي تسيح ما يوتيكش يا زيني عايشك الريخيلة شبعت منه هو انتي حتى حانوتك ما تحبش تكبر فيها شو مستقبلنا كيف ما توسعش في مشروعك لو كان يجينا صغير تقعد حدك حتى حانوت في حومة يا بيا راك مرأة رقيقة وسيسة تبارك الله عليك راك البارح قلت لك لي مرتب وحلوم انت هو كريمي باش يمرار ويحرش وباش جوني مخوش نوم حضرت زيدة الله 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 بيا صوتك ولا كينو فريزاز بعد اللي قلته في التلفزة البارح ما عادش كلام صحيح اللوح يبس وما حقنيش قارنتك بحاجة يبس ما قارنتنيش المقارنة بالخشب أما اللي غاضني اللي أنا ساق واحدة متاع طابوري داخل أقول طابوري كانوا ثلاثة ساقين بيا وطي صوتك ما أنا خارج استنى وين ماشي ما زلت عندي ما نحكي لك نمكي تبا يلفوت تبلي سنزولي تيرارارارا Da-ra-ra-ri One, two! شيء تمر ما عندوش كلمة شيء أسمع مراد شو مبرمو في سقيمة داركو هاي مفيدة يا مفيدة نعمل من هنا اي جبريتي يا زين ساعدك عين لي هالبر العينين على قدهم والمرايات ما عادش يوريني ممنين خي الحديث صارت والاخت تحيفه توين فزلي هي اللي متى قاعده هني نعرف عليه نشد المداع اسقط علينا عايش بنتي خاتي لمنانة صباح الخير خاتي لمنانة نهارك سي صباح الخير يا مفيده لا لا مشني مفيده ناي حد فخدونا حد ولا مفيدة كيف لا لا مشو كيف هاي انتي كنت تتلكمني كتقول لي حد هو ليش ما يقول هيش اسم مفيدة جلت خوف ضامر ياسر بالله وانت ماك اسمك الياس ليه مش لعود ندي لك التوكيبري باهي التوكيبري استاذ مورس شنية ذبانة اللي قصتها لابون منين جينا ذبين وليدي ما عنديش ذبين نو جولدي كان موش لابيكي اتكلم بالعربي عايش ولدي خالتي اللي منانا محليك وقتش مقلك يا وليدي عايشك اش تبقى فيا ويني الحليبة ويني الفخامة هيا
دزيتيني هاني جيتك فاض عليا اللوم واقف قدام البيت متحير مهموم لن حدا. ان شاء الله مبروكين على وخيتي بالهني والعمار والثمار. عايشك يا حديدة. ما عطيش ناديلي حديدة ما نحبش. أمنا كيفاش تحمل نتربجوا بيك؟ حدود حدود كن ظل وحدنا عثماني ناديلة يا حدود. مش بكي سرحتي فاتن هاتي نهزم عليك للبيت هاتي. ليلة يا حدا هاي مش وحدنا أنا. هاي هاتي عليك. شه مزين ومزين لون. ان شاء الله مبروكين ان شاء الله للسعد يا مينا. ام خيتي ما بيهم يا ماما نينا خيتي ريت محليهم جنب السكيش. ليه ليه نانا بوس حد وفيش قام بوس في حد على خاطر باهو غير شتها لهايا شتها لهايا شو خيتي فرح كي كنت سعيد كراح نبوس كراح قلبي قد ايامك بجاه سيدي عبد القادر. ان شاء الله مبروكين يجرب سكيش حن عليك المولى بنيتي ربي يعطيك على قد قليبك. والله العظيم بنيتي قليبها حنين مش كيفك الجميع انت فيك الخير. هلا يقول لك وين نمشي ولا منين نجي ولا شريه وزيده حدا طلع من فوق هذوك من بعد فطومه ما وريتش السيد احمد اللي شريته. واه عيب يا ماما. والله عيب ما قعد كان هذا العيب هو. سالي فاطمة سافا؟ يسلمك شنو احوال امك كلمني؟ ماما سافا وانتي؟ قالوا لي خديت راجل بالمجد. احكي لي عليه. شو نحكي لك؟ راجل كيف رجال الكل؟ نو قالوا لي براني من درشنية البلاد. صحيح الوحش ولا لذاء. ان شاء الله مبروك. شنو اللي عجبك فيها في ربي؟ اللي عجبني فيها مش حتى ولكن في رقبته. انا يا اخي ديما متفائل والحمد لله ونحمد ربي على صحة البدن وضوء البصر وما دام الناس تلبس في الفريم رزقي بحول الله مضمون. يعني ايش ما تحبنيش نتفائل يا اخي؟ يا اخويا انا مش متفائل الحقيقة. الناس تعبوني قال لي لا يحشموا ولا يجروا ونبتوني شعر في الهاتي. وانتي يا اخوي وانتي زادتي ما تعف عليهم زادة سبحان الله. يا اخوي تسلم تسلم بيدك اخويا وانت باقي تززها للترش الحومة دخلها القعباجي والتصيب. يا رسول الله على كلمة قلتها في تلزة اكلمتوك مصور الخضار وحفة وعبودة ومن لف نفهم ولا يقهرون على جنب. يا اخويا نقولها ونعاود نقولها ناس متسكعين وغرباء. يا ودي سيب الناس يعيب عليك وحرام عليك. والله لما يجيك نهار وتندب على جبدانك في الخلق كنتي حتى كنت تشوف نسان قديد ياكل في خبزة ها يطير عليك النوم. يا ولدي نظريتك ونظريتي للواقع ما هو مش كيف كيف. الناس اللي نحكي عليهم انت متراك في التدريشه نتاعهم والجوع نتاعهم عندما انا نشوف في اعمالهم والضرر اللي نجموا يتسبوا فيه للحومه. حتى يسبوه ما تقصش يد السارق قبل ما يسرق. امان امان حفه ما هو السارق ما سرقش قبل. يا ودي عيب عليك عيب عليك انت عم ناوي سرقته بالباطل وسامعك شنو السنه تحب تعاودها ولا شنو؟ ولك سي منصور هذاك اكل يا عمي خضار ريتك الحالة وكالظنية اللي فيها ريتك الوجه اللي مدخن وكل حوايج حموم سحاق وهو كل حلش البقعة اللي يبيع فيها يسكن فيها ونهار ما جاب النهار وهو يبعلق لنساء كميه. وشنو الحل توا؟ شنو الحل يا بابا؟ ارجع توا للصحيحة. أي بابا نكتب جواب وتصحح فيه جماعة الحومة ثم نرفعوه للجهات ذات النظر باش ترتحنا مع المتسكعين المتشردين. يا اخي سبحان الله وبحمده كل واحد يشهد بلاده. عندك حق اما تعرف يا اسطوره
زيد اسمك للقائمة معاهم. يا كالسيطة يا شوالقي تحسب فيا مسعلقية هذوكا. وانت يا سيلا انتليتي من وقتاش جيت لتونس؟ كنت بلادك في افاق العفاق. امان امان. اي. هذه ما سخدش عليها. تحرم علي بايشة بالثلاثة. لا ما نشكي بيك. الخربة هذه بتاعك. لا ما سكرها لك. شبيها كيك مرقعة. قول الله طيب قول الله بناتي زيوم الغدرة وا كمال خوها. يعطيك الصحة يا نعيمة. بارك الله عليك. أنا إن شاء الله مربوحة. عايش أختي عايش. اسمع نعيمة، كان قبلتك المدام يلزمك عدد كنت روحك سمعتها، وقفتك هذيك تخليها في الدار. شبيها قفتي هكا يا هادية؟ والله عيب عليك لسانك ما يهنيكش. اش قولك لا صفية في النقشة وفي السفلاش؟ الخدمة مش دنيا. ولا صفية خدمة تهبل، برشا بنات عندهم قداش هوني ما يرتبوش كيفها. بيه بيه هزة تعاون حاجة منجية في المجازة. ما صار تعاوننا في الاتولية متاع الخياطة على الكماندة جديدة. عيزي عاد من قدك هزة تعاون حاجة منجية. واسمع هذيك شلبية معاش حب راها هوني قدامي حتى تحدد. الله يبارك. مش مجيبهم هذوما. ما صاحبتك زيد بالك زيد. الله يعينك يا صفية. عسلامة سيدي الشيخ. هاني جيتك وجبت معايا الياس حب يزورك كرمكلا. عسلامة تاتا. سي فورمي دابل تبارك الله. سي سوبر. سوبر. تفضل اقعد. لا تاتا راهو جيت مش نقعد نحب نتفرج. مالا لا صفية اعمل دورة بالياس في المعمل. وخليني انا كرمك الله ايه نقعد نعمل نظره في هالك. طيب الله يبارك سيدي الشيخ. منصور يا منصور. هاوزيك عم تجيني. عسلامه سيدي الحوايج. لاباس؟ لا مش لاباس. تو تشبكت انا وعبد السلطان على خاطر. تشبيك يا منصور؟ شنيه هالتهبتيله هذه والوسخه والنصف؟ الجمعة اللي فاتت مشيت للحمام والفلوس دي مكمشة برك. يا منصور موتك لها بروحك. عايش ولدي مش متهربش الحرفاء عليه وانت يا راجل غريب. عم تجيني عندي تعبات موز دلولين في المقصورة. نمشي اي شي جيجي هنا نمشي يحكم فيك ربي. معناها هبطين صابون. هو تنمشي نجيبهم لك. لا مش لازم. اسمع اتعدى لي الحنوت شوف تلقاش حاجة البس ونح عليها هلا دارش. والله ما نتكسبها هني والحنوت ما تصورش. وني نخدم على الوالد والوالدة وخوتي في البلاد والقلع يرمي لي زوج سور دي ما يكفوش. يا ولدي بلاش ايجا ولبس بلاش. كي الناس يخزروا لك بخزرة دونية. وحاجة نحب نقولها لك يا عايش ولدي مع الشاتر بكلام مش لايق في الحومة. هذه حومة والناس كل يعرفوا بعضهم واحترام الحرفاء وعلى الأخص الحريفات شيء ضروري. تفهم فيش نقصد ماو؟ أني ما نهترمش أني نغني على السلعة كيش تحبني نبيع عمالة. هذاك سطور يعمل لي في البروباغاند. لا 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 انت عندك التهترين وسلعتك وغلتك بيهم بصوت ربي ومن غير عيار. تحترم روحك يا رجل. عم تجيني تعرفش بنية احلام تحب تتزوز. خرف يلي تخرف خرف. مروان مش تقعد لي ما بين كل فازه وفازه قن 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 قن. شنو يا قمير تي معاش تقول فازه تي قول مقطع. شنو هذا مروان؟ قمير عنده الحق. هيا خويا نبداو. هيا بي اي ان دو. نيره
يا منيرة يا أم العيون صغيرة منيرة يا منيرة يا أم العيون صغيرة كل اللي راك يقول محلاك كل اللي راك يقول محلاك القعدة معاك تصيرة منورة يا منيرة يا منيرة نيرة يا منيرة يا أم العيون صغيرة منيرة يا منيرة يا أم العيون صغيرة كل اللي راك يقول محلاك كل اللي راك يقول محلاك الدع هروا شوفوا على قماير ومحلى صوت وقماير تغني لي في عرسي شنو نغني لك في عرسك حدا ليلة عرسك أنا وزملائي في الساحة الفنية نعملوا لك ليلة للمصبح ويلا وخيتي ومقوسعتي وانتم ثينا تغنوا لي مالا هاي فك علي يا حيد خمال نبحت عليكم قلت لكم عدوش تنادوني طبالة بيه حد حودة جيب لي يا مانشا قنفطري هنايا اللي النتاوة بعتني ليك سيدي الشادي قال ليك يحبكم الكل دايرين بيه على الطعام هاي المغرب باش يبدا انا فما سيستمات في الدار ما نحبش نراهم سافا دبر راسك نهاني جيت وقلت ليك راك ما تطلعش سيدي الشادي جايك بيه منيرة يا منيرة يا أمي العيون صغيرة أحدينا يا أحدينا كان شفتوه اليوم شي قمر زمان يحكم ويصدم الدقيقه الاولى وهو ينقز من هوني الغادي خدامه بدا يضحك عليه ومن بعد فسع ما سيطر على الوضع بدا يفيش وين هو يغني مع الذر قال لك هاوجي ساعدك يا لطرش كنت تقول بلا كنت نقول كرمك الله اللي ما مازال كان المخزن باش ترده لنا يا سالت قرطبه كرمك الله بابا شادلي الوجه ما تفكرش في مستقبل بلا وتهز لسيدي ثابت توفيتش مريق بابا ويهز فيا لسيدك ثابت اش ندبيه ما باش ترتع في احضان الطبيعه الغناء بين اكداس الغباري وبالقاسم الوقافي طيب لك كويس تي وتشوف وقتها وتتعرف على البعوض الريفي ايه هو بعد البعوض بلدي كرمك الله هاي لازم الهدره وبدكول ما عينيش حبينا لك لا بعناك اللي قال لا برا زمان قاد غد قاد غد عمي سي شادي اليوم تفرجت في المعمل بتاعكم فريمون برافو معمل بتاع عمتك صفية مش بتاعي تتا يعطيك الصحة كيفاش زعما واقفة في الخدمة قال الرجل كيف يد متاع الحديد في قندوات المبر شنو الحديد اللي ملابسينه للمبر وقالت يعني مرأة حازمة في العمل فلا فلا هذاك هو مقصودي وحتى الديكوراسيون حلوة زادة سي شادلي ياس قال عنده نوضة فكاء يصلحوا للخدمة طنطون بعد شوية نروحوا عمي سي شادلي بارك الله فيك على الهوسبيتاليتي قل لي بابا وين نروح جينا مع بعضنا قلت لك روح وحدك وماش تدري طنطون و كيفاش يروح وحده شكون يتهبيه غادي اقعدوا زوزوني ميرسي تاتا فريمون الكلكم اقل الراجل الناس مليحوني شكون قال لك هو؟ تعرف علي وقالت لا تنشر في الحوايج ولا في العولة ولا شو؟ سخطة إن شاء الله تنشر في العولة يعطيك غولة تخملك كيفاش قام الدعافي يا جدار نفذين تيزي؟ اي داع على لونك
انا جهدي طايح نجيب له في اللقمه هو سيادته ماشي يسرق. هذاك مشي يسرق فوق سطوحات الناس يا اخي ربي كسله ساقيه من فعله. كفك دوبيك راني توا نهزت لك في القفه. صار هادي عمالك سي الحطاب. مي خو اشرب كاستي خو. لا هذا لا. شنو يا اخي حميد مش عادينا سهريات رمضان كلها راقدة؟ ريت مسي كذا دار كل بدا فايق انا نجي هو يرقد. هو حتى في الليل يبدا فايق راه. شنو مال الطفل ما عادش يرقد جمله؟ وراس ولد انا نومي قليل في الليل نسمعه كي يبدا يبكي. هيك ممنين البوزة حطها غادي البوزة. شي وشي خل هادي تحيف وابايا تحيف. حيفة عامل بو مريفخ كي حميدو. البوزة تحيفة البوزة حطها غادي كرمك على هالبوزة. والله انا بدي النوم يكبي فيا حتى من ظهري يوجعني زيد. خدي يا منانة حط المخدة هذي ورا ظهرك يا زي نساعدك ولادي. والله الخارج يعلم التربية ها هو. اوه مية ايدي لينا محليها محليها قمورتي محليها محليها. لا يا عبد النعيمة بلاش تحليق. قمورتي تعرف هذه هي غدوة نمشي بيها للمعمل انت عمرت شد لي الخبر. اه نعيم شبيه تمشي بروبا سواري للخدمة سبب فلتت. ابدا ابدا اسكت انت يا الزوفري يا سارق. يسيبوا نعيمة شنو انت برك تحب الكادوات ما نسيتكش حتى خرجتك وحيدة شوكولاتة بتاع التليان. اي على عمال الباهي هذاك اللي يعمل فيها جيب له في الشوكولاتة. ماي ابدا 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 تلاها في شوكولاتك وسط قوي وحشتك. حتى انا نعومتي والله ما تصورش قديش نتذكرك كنت تضيق بيا الدنيا في الغربه. نعومتي شوف ما عادش تخطفني كيف العاده. مش انت ما تحبش ونجي نقول لك هاي نعرس تشيح لي ريقي وتقولي نحبك الحب هذاك شنو حب العذري. شنو هي الحب العذري قانون تحب نفسر لك؟ باه الحب العذري يا نعومتي وقت اللي يبداو بنيه وليد هي هون وهو الغادي. شوف هي تخزر له وتصلي على النبي وهو يخزر لها ويبدا يعشق في زينها من بعيد لبعيد بعيد لبعيد. هي تقول له الدنيا من بعدك مرارت يا حياتي وهو يقول لها باش نشرب على خاطرك الديديتي يا زهرة شبابي. أما من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد اتبع فيا نعومتي من بعد يتيحوا الاثنين دايخين ولا موتة. اوه هذه ماخذة ولا جبانة قمية شكون جبتك على الماخذة نعيمة تو؟ تضحك بابا فرح انت ها يعجبك باينة هاك قاعدة. هاي تفضلوا سعاد بريت ستيل اللي فيه سي بي اس ودعمتك منها يا اخي ما ريتوش انت قبلنا صعب تبيع انت ما تعرفوش عنده 4 سنين طول من مسافر لفرنسا قبل ما نعرسو شبير واشكو محلوله هو وا شبيك تنشد فيا انا بنمشي نشد امه ما تسيش عرض تحيف ربي يسترنا منه انا وليت خايف على النبيل اللي يطلع عنده تخريعه. اللطف على ولدي اسم الله العظيم عاش كل هكا منشي شهاده اللي حبوا يعطيوك الخوم. لا عاد سمحني فوزي خوما وش هكا سعاد
إدارة الأثار تحب تكلفني تنجم تقول كلفت بموقع هذا من أهم المواقع اللي من قبل التاريخ. المسؤولية هذه عندي تأثير حاسم على المستقبل العلمي والمهني. يا أخي أنت ناقص الواقع تجي هاك نهار نهارين وأنت من بلاد لبلاد. مش كيف الموقع هذا عنده أهمية كبيرة من الناحية العلمية والتنظيمية ويلزم الحضور على عين المكان وسكن قريب من الموقع. بربي معناها يلزمنا ننقلوا مرة أخرى. نجمش تدخلي فينا؟ دشا بعيد حكاية 80 كيلومتر على بنزرت مش بعيد وفيها مستوصف تجي تخدم فيه والدار فيلا قمقومة على ذي المد. يا منجي يا زين يا منجي ما عادش تعودي على الحكاية. شنو يا أخي نلعب وإحنا ولينا؟ مجرد اقتراح. إذا مستقبل علمي ما يهمكش مش لازم. حفا بس يقولوا الناس على التلفزه نتاع الروزه في الحومه. شد عندك. انا نبدا ماشي في الشارع ونسمع في الناس يقولوا يو هاوك اللي تكلم في التلفزه البارح علي انا مش هذاك ولد حومه قمير؟ اسمي هما يحكيو كان عليك انت ما قالوا لك رينا صاحبك عبوده في الحي نتاع التلفزه. لا تلزنيش للكلمة. اما حاجه اخرى برشا هم كما المركاد وراس الدرب والحفصيه والحلفاويه توا يحبوا يعملوا لهم برنامج. انا قعدت ندور من حومه لحومه ونسمع تعرف عبوده الناس الكل ناصبين على روزه. ما الحبس شكون ينصب على روزه؟ اي وبرشا ناس يحبوا يطلعوا طابوريات عند صالح وترك عاد البوريه ما بين كلسيتها واسطوره. ميو ايه صالح شيشه بكاستين عاوزك. شنو صالح ما تسلمش؟ ما نحبش نسلم. ساخت عندك يا صالح الناس بس تولي تسري الطابورين تاع بي. انت سكر فمك ها ما كانش قوم روح. اسعدوا عليه ها اسعدوا عليه يا ابو طحس يلي مرتك مغلب عليك. مرتك تصيح عليك في الدار وانت تحب تزيد خرزني من القهوه نتاع سلومه. ريض عبود يا عبود ريض يا خو صالح خليني يا ربي. طب هلك قدام الناس امسي كل على مسومتك وقبل ما تمسي خلصني في زمعتك. يسكت يا عبودة يسكت صالح هاي يقعد سيبني حفا مروح ياك تونتي وعبودة قدام الناس يجي صالح مروح عيب صالح حاجة حدايا المقصر ليه خليني سلوم نحب نروح هاي جا عاد هاو السطور حدايا بداخل فركسوا على كراعة باش نعمل طرح تريسيت ياك. الله يهديك يا عبودة الزمان فو عليه هيا عاد صالح يتوحد الله اخوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا صالح يا خويا يا خويا اللي قلت لك ونبهتك هاو نزيد نعاودها لك قدام سلومه. هاكا راس العجل العبوده هو اللي مقيم القيامه وهو راس الفتنه وسبب كل بليه. لا واش هذاك اللي قاعد بحثها حفا وجلموس. بربي نجبر الموضوع هذا يلزمني نروح. عجايب هاكا صالح ما تخش بخاطر خوك سلومه يقعد نعملوا طرح. يا سلومه ما نحبش نلعب. صالح يبدل الساعة بساعة أخرى أخويا. ساعة شربتك يا عصوم وانتم زاد سي ريزيرفي سي وي نو سيدي ولدي ما عرفتكش يظهر لي فيك لا من قماشنا ولا من حومتنا. يا سلومة السيد هذا الحقيقة ما عرفتوش. تلياس خو فوزي اللي يخدم في دار النور ولد اخت الشيخ تحيفة امه بعثته باش يتخلع. ما عرفتنيش انا. بيان سور عرفتك ايه انت المنزيم تاع الحومه نصيب عمي سي شادلي ولا وانت اللي علمت خويا يركب على الموتور. برا تو عرفت تو عرفت. هاي تفضل اقعد هاي 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 تعرف اللي خانك حبيبي ياسر الوليد هذا نعقل عليه وهو صغير هكا كبير هو اخوه كان تمهم تقري فيهم وقت من هذا تقري فيهم في الباباسات. نحب نقول لك برافو. علاش ترى؟ البارح تفرجت في الميسيون هذيك اللي عدوها في التيلي وانت قلت كلام معقول برشا برشا وحتى الميسيون زاد. سلومة سمعت قلت لك اللي تصريحاتنا انا وياك مش يكون عندها صدى كبير. بالجد الحومه هذه يلزمها تدخل سيغتو في الدولاب نتاع ليكونومي. تو هي كارتي دوغتوار. إيبا
ما فيهوش منفع. صفية يا أخي، بنتك وراتك اللي شريته اليوم؟ ما وراتني شيء. إيش شريت نانا؟ هاك تفتفت هاك حويجات دخلانين. ساعات وقت اللي ضهري لها جبت وري لي ناب ولا فرش. كان عطا ربي راهو بيها وميمتها واقفين ويختاروا لها اش تشري واش ما تشريش. مين عرسها في الصيف راه. أنا شنو اللي مطلوب مني؟ قاعد نعطي في الفلوس، كل مرة نمد لها حاجة. يلزم الأخرى تشاوركم، هي تعرف الباهي من الخايب. أنا ما عنديش وقت، ما نحبش ندخل في هالمداخل. كيفاش صفية؟ أنا عندها الحق، يلزم واحد يواجهها. إيش كيزيني؟ قالك عليها شكون ماخذة. لا عاد صفية بنيتي هوني تغلط، و الولايد ناسو مقدودة وهو تبارك الله عليه ما ناقصو حتى شيء. ماهوش منطق عيب كان تسمع كلمة تشوه من ليلة. ليه محقوش خايفة منها؟ وبناتي شبيك جبت ما عندك سمل؟ ريتوها اللي مش عملت وقت اللي شديت طفل ياس باش يقعد بحذانا. صغيرة عاد واحد يخو عليها هي. صفية بالله ما تكبرهاش. ما يحبوش ناسي دارت حيفا ما جوش على قرقوش قلوبهم لا هي لا أختها حتى سيخمار زمان معاهم. حتى بن سعاد ما منعتش اش مجبدك فيها ترى؟ ليه لا نجبدها ولا نجي على حالها. قالك عليها حسبتني أم ولا تشاورني هيك تنفيت وخسرت مستقبلها. ليه عاد الشي يتبزع يا شيد لي ربي عينك على لمينه يا وليدي. لفات ما تخزل على الياس علاش ما بتش بحذينا شبيه عنده جربة. صفية ياس جمال هذير الفارغة بلا فضايح. اسكتوا وسطوا لا يدخل عليكم حد. De taille qui a incité aujourd'hui à placer cette préoccupation. يا اخي فلت التاق وجا ما قتلو. وفي روايه اخرى طلع يجري فوق السطاح يا اخي جروره. مرحبا هاي عطوه هاي بقعه سبا ميو وي خويا راس العزوزه قيوة الخبز حطاها في خلطه من عندي وانا مكتارف شربي. لا حاجات ونجي خويا قمير حطاه اسمع حوار الروز وقزه مازال وفرسخوا في العباد. الولاد شنو الجو؟ صليح في المقصورة هو وسلومه وانتريك البوسطة على خاطر تعارك مع بودة لحكاية التابوريات. ديما بمشاكلك انت. الولاد سيد احنا توقف روحي يا اخويا ما حوالك لبس عليك شعابك هانا اخويا يا هراب وقلت لك شاجع من ايطاليا اللي عنده اصحاب كيف كنت يلا خير عاد يخليهم يقعد في الغربة هو ها يدخل هاي صح شبت صح شبت سيد احنا هلا بو احمد تعمل زبدة يبوها شلبوها تخفر سلمانية روش روش تلطهوش مرة روش قلطهوش ميلوش 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 هالي سوق الميلانات شوفوها وندلوها والنورات يا حمينا شبيدي فوق يا منو يا سيدي يا قري يا فوتامي عبد الشمال. تعرف سيد احمد سعرك خسير شنو رايك انت علمني السعر ولدي فك عليك الشعر واحلى. عملت تبارك الله عليك انت بتوما سيد احمد في البرنامج كيف قال لها هو ومن وقت اللي الادب تفرش عليه الموتور تاع امبان. اما تعرف والله خساره ما شفتوش البرنامج كي عداو التلفزيون تاعي ديما مهلوكه كالعاده ونهار اللي حبيت نجي نفرش فيه معاكم ما جاني واحد صاحبي طلعني المرسى.
توجع لي انا ندور في حومه نشوف الناس. عندي زميلي مقلبزة عنده برنامج ادبي وعجبه الشعر نتاعك وماذا بيا يستضيفك الحصه. استضيفني انا؟ يا ميو هات سيسه وقهوه من عندي. لشكون الشيش؟ تسنوى لسكون الروزة بس تعمر مخ. مخ لينا؟ ليه ميرسي انا نحب كستي كعب. روزة في بالك اللي انت حليت جعفرية بالحومة؟ تعرفي لأولادي مدير البرامج فرحان ياسر وكلفني باش نعمل حصص أخرى على حوم الجمهورية كل. قلت لكم الأولاد عندي خدمة من هنا العمل فيه. الأولاد أنا معاملة عليكم جيت معاكم نحب نكمل معاكم. روضي ما عندك كان رجال تسبيكم خير عمركم مريتوا بنية تكيف السيسة. ان شاء الله اذا نجمنا عندي وكذا معلش ليه ناخذ خاتك يا حياة ولو انه طبعا ما شاء الله خليت الجايزة انت مدعيزة الحزاء فاتنا وفاتنا هذا النغم ملح البركة شكرا لك ايش بك عديد صاري كل في بيت شكرا لبنا بيك سل عليك حب راحت خويش هذا كل على خاطر ولد اخت تحيفه اش عندك فيه اسمع حد هاني باش نمشي نعمل دوره نسرح سقايا تفضل سيادتي وكتبت في الاجنده ها تيوين البنويت وصلوا يوم 20 عندهم تقريبا نفس الساعه ملي يروح قداش باش يقعدوا حدايا لا هكاك بنويت خلي يحبوه ماذا بيهم ديما بحذاك اخي باش يقعدوا مسلمين في ديارهم واولادهم باش يبنسوني انا وشنو حوالو خلي زعمي نجم يمشي معايا لتونس لا ما نظنش راجل كبير وتعب خليه يرتاح ولولا والاخر كان على حد اختبته تنجي هبت باش تهز موس يزعم باش نهز معايا بالله سي عثمان اهبت لها المغبونه ركبتيت عليها ياسر وهز لي كتب من ربي اش تحبني نعمل؟ هاي الخدمة شدت وزيد خير ما عمل علي باش نعاونها في فلاحتي ما لا تعرفي كيفاش بعد غدوة تنزلي معايا واه هنا هو خالك شكون بيه؟ هاك بنويتو تو يتولهوا بيه وانت تنزلي معايا وما انا باش نروحوا في نهار والله انت جاني شهلول وبحبوح وقلبه باهي قلبه باهي هكا ما فكرت كان المحاسن ما قلتش يدكاك ويقرص يده تحته ويقطع وده فايده في الكلام لا عاد التجاني ما يتكلمش في الناس وزيد فنان فنان كيف هو الفنان اللي قاعد يبدع فيه فهموني شنو كيف يبدا يحكي على دليله بالملازم ومحلات الشوان يبكي البلمس ماني قلت له تعرف يا سيدي انت سرصت لك في كلام عجب ماخذو على قدم على المرحوم سالم بوذينا وغيره كما كل يقول فيها ساعات يزهل خاطر وساعات دمعك تتقاطر وساعات تبدا كي قايد ماطر وساعات من الكشبور نبني سده تعرفش هذيك راس الركب بتاعها شنو لا يا سيدي راس الركب بتاعها ساعات يزهى خاطري من جده يا بابا وساعات تركب على خواطر فده يا بابا يا ربي يزيد مع الفده اخي كيف تصير ولات ولا تيز يا سيدي السيستوره ما تخرجش هذا كلام فين ومحايل الذوب قلب اللي عنده قلب وكلسيتها عنده منه شكاره اما الله غالب الفريب هيك وبيد له الموهبه نتاعه خير أم شنو من نهارة اللي تكلمت عليه في التلفزة قال لي ورحمة بوك وبابا إلا ما تبدأ تسمع في الملازم تجري حتى البور دو فرانس أرادب هو محسوب اكسكيوز موان تعرف الشعر البوبيلير هي البرش جي بي جي كودان مي سي با مال ها؟ والله كيما نقول لك هذاك الحقيقة
والله بني تعرف عارك صليح وندمت بغيتي ما حقنيش. ماني قلت لك ارزن يا بنتي؟ ارزن ارزن، راجلك صليح ما يتغيرش، ذهب ديامونت معير، وزيد عنده كلام حلو هكا مش كيف كلام الناس، فيها في حاجه حلوه هكا بالنحو ولا كيفاش انتي ما فهمتوش؟ والله العزيز لا فهمتو. وزيد تلقاو عليك هزوز الفع هذوما بداو يعمروا فيك عليه. هي هي وحيك يا اخي انا اش قلت؟ يا بنتي انا والله نفدلك معاها ولا شيء. والله حسيت دي ما قدرت شعلي من كيم المرسي في التلفزة. ان شاء الله ما تقعدوش يزين الغيظ على بعضكم. ليه ما تخافش، غدوه نعمل له مدفونه بالهرق ما البقي على كيف كيفك، والله لما يطير الغش الكل. باش تغدوا مدفونه في رمضان؟ ايش بيك يا بنتي يا اخي؟ ما تعرفش بيا هذيك ما تداوي كان بالعقار الحق. والله صح عليها، والله صح عليها والرجلها. كنينه كنينه بخيتكم ما لقيتش شكون غدت. طلقت راجلي لمجدك الشباب الغالي. ارتحت. اسكت انتي، كليت عمري سلاطه بعده. والله العزيز ندمت ندمت وكليت الثوم. راجلي يقول لك راجلي راجل وسيد الرجال، وتبعت راي ولد عمي سلومك لي قاعد ياكل في حقي وانت تغزرك. يا لطيف يا لطيف. وخالتي طب خاطرك يا نجيه وخالتي الحق، انا في بلاصتك والله لما ناقص حقي. وربي شنو اللي تحبني نعمل؟ تحبني نكاش ونطيح له قدره؟ ليه وخالتي انا مانيش من سينس، احنا ولاد عم وما تربيت شك. سامحني نيجي عاد اختي، عاد مش عيب اللي يتكلم على حقه زيد. يا حقه مو مرسي عبد الستار يحكي بحذية في الكوجينة، والله الحقيقة مانيش عطيته وذني مليح. سلومة ولد عمك قال يحكي على قهوة السوق متاعكم، يا يحب يكريها ولا يبيعها، الحصيل وهدر متاع بيع وشراء. واه اي يا قمية امس يا سيد احمد. اي عبود دايك سي تعمل ايش؟ ما عندي منك. هاي سيد احمد ديناري. هيا هاي امسي قمي. نعم هلا سيد احمد. يا سيد احمد يا سيد احمد محلها قاعدة القهوة هذه ياسر مزيانة امانة يلزمني الراحة. روزة بس تروح وحدك اللافوني توا. هاي هاي نسير كاي اقعد ماشي نيت هاني انا مروح تنشيح. هاي تمشيو حقك الاولاد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شنو مشي يعطي رحمة؟ والله نخرج مجموعتي الشعريه وراها في المكتبات، حاجة ماهيش سهلة. من بعد نعرس أنا وفاطمة في الصيف إن شاء الله ونمشي في رحلة طويلة دوم وشهرة. وشهرة؟ علاش وشهرة؟ هكا سيد أحمد؟ فاطمة؟ يعطيك الصحة. عسلامة فات سلم. رضا كانت قاعدة معنا في قهوة السوق وأنا مرحبا في بيتي قلت الشيحة. أنا خرجت صرح في سقايا بتاعم روح للدار. تحب شيعوك ملا؟ صباح الخير. صباح الخير فاطمة. توكل مقدومة.